لأن المذكورين بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بودوا والذي أمر بإيداعهم رهن الحبس بتهمة حيازة واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية والمتاجرة فيها. في موضوع آخر، وعشية إحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، يعاني المعاقون في الجزائر من مشاكل جمة، حيث يكشف الأمين العام للاتحاد المعوقين رزاق محمد لمين أن المعوق الجزائري يبقى مهمشا بالجزائر وينظر إليه بنظرة غير لائقة، داعيا السلطات المعنية لإدماجهم في الحياة الاجتماعية دون أي فوارق تذكر. تفاصيل أكثر مع من المجرب. تهميش معوق جزائري هو ناسي عن الثقافة، ثقافة المجتمع في التعامل معه، وناتج أيضا عن النظرة الدونية للمعوقين. نطالب إلى إحداث توازن في المعاملة، فإذا كان هذا التوازن نستطيع أن نقول أننا أثبتنا المعوق في الحياة العامة. وفي سياق ذاته، تعاني فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر من العديد من العراقيل التي حلت دون إدماجهم مهنيا وتربويا، أهمها السكن، النقل. من المجرب عادت بهذه التفاصيل. تم باش نقول لكم كاين بعض كما نقولوا الشركات ما فيهاش 100 خدام، معوق ما عندوش حق فيها. احنا ماذا بينا يشعلوا ينظروا يشوفوا لهذه الماده، وماذا بينا يطلعوا نسبه التشغيل، وما بزاف مشاكل. يمكن مكان مشكل حتى باش يقدروا معوق كي يعطوا له السكن يعطوا له في بعض الدوزيام تروزيام ايطاج. على ماذا بينا حنا يخصوا كما نقولوا حنايا الطابق الاول خص يسم معوق حتى اكسيبيليتي امكانيات باش يقدر معوق يظهر. وكان في التمدرس كان كما قال وسبقني الرئيس وقال كان في بعض المدارس المدير او المسؤول تاع المدرسه كيشوف معوق ما يحبش يخلوه يدخل، يقول له روح روح المراكز خاصه بالمعوقين. ما عندناش نقل مخصص للمعوقين، ما كانش، لان في الفوتايون دي الفوتاي رولو ما يركبوش مثلا الميني بيس كما تويوتا كما كذا، ما عندوش وين يركب. نورمالمون يخصوا له على الاقل حافلات ولا اماكن خاصه للمعوق. إذن مشاهدينا، وبالعودة إلى موضوع ورقلة واحتجاجات البطلون